رأينا الكرام لبنك التنمية المحلية، سنقوم بشرح كيفية الدفع بالبطاقة عن طريق أجهزة الدفع الإلكتروني. يعني في ظل الظروف الحالية التي نمر بها، نتمنى من أصحاب البطاقات الدفع سواء كانت بطاقات البنوك أو بطاقات البريد، يمكنكم استعمالها مباشرة في جهاز الدفع الإلكتروني لدفع أعبائكم. وهذا مثال حول العملية كيف تكون. نقوم بوضع البطاقة في مكانها المخصص. تظهر لك القائمة التالية، تضغط على الزر نيميرو 1 فونت مثلا، تقوم بوضع المبلغ المراد تسديده مثلا 500 دينار. لهنا هذه المرحلة تضع الرقم السري للبطاقة خاصتك وتضغط على الزر الأخضر. وهنا تكون العملية قد نجحت. يعني ها خلصنا حاجة 500 دينار.